هتكلم عن مشكلة رطوبة العسل، والحقيقة زيادة الرطوبة في العسل بعد الفرز بتعتبر من المشكلات التي تواجه النحال. بنلاحظ ان الرطوبة المثلى للعسل بتكون اقل من 17%، واذا زادت عن 17% بيكون العسل خفيف وشديد السيولة وبيتعرض للتخمر السريع، وبالتالي بيأثر على النواحي التسويقية للعسل، وبالتالي سحب الرطوبة الزائدة من الأمور الهامة التي يجب أن يقوم بها النحال بحيث أن تقل الرطوبة عن 17%. وبنلاحظ أن في بعض الطرق التي يمكن استخدامها. الطريقة الأولى هي وضع العسل في غرفة دافئة وفي نفس الوقت بتكون غرفة جافة، يعني غرفة غير رطبة، وبتستخدم المراوح لسحب رطوبة العسل. فدي أحد الطرق، إن يبقى في غرفة والغرفة حرارتها مرتفعة وتكون جافة وتستخدم المراوح لغرض خفض الرطوبة. وبالتالي الطريقة دي بتشبه عملية إنضاج العسل بواسطة النحل. هنا بنلاحظ الشغالات بتقوم بالتهوية من أجل خفض رطوبة العسل. فاستخدام التهوية وتعرض العسل للهواء مع وجود يعني بيئة جافة بيساعد على تقليل الرطوبة. نلاحظ هنا ديت مجموعة من العاسلات محطوطة في غرفة، والغرفة مزودة بدفايات ومراوح بحيث ترفع الحرارة وفي نفس الوقت المراوح تقوم بسحب الرطوبة. لاحظ هنا طريقة وضع العاسلات بحيث يحدث تبخر للمياه والتخلص من المياه أو الرطوبة الموجودة في العسل، فبيتم رصاب طريقة معينة. وبنلاحظ ان يكفي وضع العاسلات لمدة يوم واحد في هذه الغرف. وبرضو لابد من التأكد ان هواء المراوح يمر عبر الأقراص بشكل جيد لسحب الرطوبة من العسل. وفي بعض الأجهزة الخاصة بسحب الرطوبة اللي ممكن وضعها في الغرف لغرض التخلص من الرطوبة الزائدة في العسل. تبقى جهاز خاصة مصممة لهذا الغرض وتعمل تجفيف للجو المحيط بالأقراص العسلية، وبيتم ضبط الحرارة فيها بين 25 درجة إلى 35 درجة مئوية، وتعمل بكفاءة لخفض رطوبة العسل. نلاحظ هنا ديت جهاز خاص ليقوم بعملية سحب الرطوبة، وممكن ان هو يترك لمدة يوم. في بعض الطرق الاخرى زي وضع العسل في صواني بالطريقة اللي قدامنا، وتكون الغرف جافة وفي نفس الوقت مرتفعة الحرارة بحيث ان يعرض النحل لجو جاف يفقد من خلاله الرطوبة. وبنلاحظ ان من خصائص العسل حاجة بيسموها الهيجروسكوبية، ان العسل بيفقد الرطوبة بتاعته او بيمتص رطوبة من الجو على حسب مدى جفاف المناخ المحيط بالعسل. فكلما كان الجو جاف كلما فقد العسل كمية من الرطوبة. لاحظ هنا دي مجموعة من الصواني بتوضع في غرف مرتفعة الحرارة، وفي نفس الوقت الغرف الحاردة ديت يعني بتبقى حرارة في حدود 35 درجة مئوي، وفي نفس الوقت غرف جافة بحيث يفقد العسل جزء من الرطوبة. دي شكل بعض الغرف اللي بيتم تجهيزها بشكل خاص لخفض رطوبة العسل، توضع فيها العاسلات بحيث يتم التخلص من الرطوبة العالية.
في معدات خاصة بتعمل على سحب رطوبة العسل، وبتعمل ضبط لرطوبة العسل زي النموذج اللي موجود. هنلاحظ هنا ده نموذج بيوضع فيه العسل وبيتم ضبط الرطوبة المطلوبة، وبيقوم الجهاز بتعريض العسل إلى حرارة وحركة، ومن ثم فقد نسبة من الرطوبة. بيلاحظ إن في حالة عدم تمكن النحال من التخلص من الرطوبة الزائدة وبالتالي ارتفاع الرطوبة في العسل، يفضل في هذه الحالة تسويق العسل كعسل بالمكسرات، أو يعني الصور الأخرى من العسل كالعسل الكريمي أو عسل بقطع شمعية، لأن العسل مرتفع الرطوبة بيتعرض لبعض المشاكل زي التخمر، وديت مشكلة كبيرة من الناحية التسويقية. وبنجد ان في جهاز اسمه الريفراكتوميتر من الاجهزة البسيطة المستخدمة في قياس رطوبة العسل، والمفترض ان كل نحال يقتني هذا الجهاز، هو جهاز من الاجهزة البسيطة. وشكرا جزيلا لحسن الاستماع.